الشاعر معنا الأستاذ جمال سديدي دائما في هذه الفقرة هذه اللي ما كنتفارقوش معاه. أكيد صباح الخير أستاذ الفاضل. صباح النور أستاذ الفاضلة. لاباس عليك. جمعة مباركة بالصحة والعافية باش ما تمنيتي. شكرا لجميع المستمعين والمستمعات وجميع المغاربة وجميع المسلمين، دخلنا بالصحة والعافية، بالخصوص العافية. إذا نعم. سألتم الله فاسألوه العافية. نعم. اللهم عافينا يا رب يا أرحم الراحمين. الحياة البسيطة، الحياة بدون تعقيدات، الحياة سهلة، دائما كيتطرح عندنا السؤال كيفاش نعيشوها وخصوصا مع وليداتنا. مع وليداتنا وقبل منهم عداواتنا. مسألة راه بسيطة. البارح كنا في الحقيقة بدينا بالحق، كانت القصة ديال لطيفة صرات حصة الأسد. احنا متابعين ومتبعين معك أستاذ جمال الموضوع. احنا أربعة الحويجات تجعلنا نكون مستمتعين وإحنا فرحانين وما كاين لا مشاكل نهائيا. الحاجة الأولى هي المعلومات، والحاجة الثانية هي الاتزان، والحاجة الثالثة هي السعي، والحاجة الرابعة هي الوسع. غنمشيو لكل نقطة بنقيطة. الحاجة الأولى المعلومات. أي مشكل المرأة مع الزوج ديالها، الزوج مع الزوج ديالها، أو الوالدين مع وليداتهم، أو الإنسان مع نفسه، أو مع الرئيس ديالو، المرأوس ديالو، مع الجيران ديالو، مع الحباب ديالو، أي مشكلة سببها سببها المعلومات. هذه المعلومات فيهم شقين. إما المعلومات كتكون ناقصة، يعني مثلا هذا المشكل شنو سبابه، ما نبقاش نركز على المشكل، تنقول شنو بغيت، النقيض شنو بغيت، لاش بغيت نوصل، لاش بغيت نوصل، هادوك المعلومات راه ناقصيني باش نوصل، خص معلومات. مثلا نعطيو مثال باش نبسطو. نعم. هي انا بنتي بحال اللي قالوا عندها 13 15 سنه ولات بيني وبينها تشدد والتشنج في العلاقه بيني وبينها، هذا مشكل. انا تنقول شنو بغيت، الجواب هو بغيت العلاقه ديالي تحسن مع بنتي ولا ولدي، إذا نقصني معلومات باش نحسن هذيك العلاقة. بسيطة. إذا كاين نقص المعلومات. بعض المرات عندنا معلومات دائما كتكون معلومات ناقصة أو معلومات مغلوطة. منين جات هذيك المعلومات المغلوطة؟ موروثة، إما في التربية ولا في المجتمع ولا من المدرسة. نبداو نصحوا المعلومات باش نبداو نقراو. بحال اللي قالنا نابليون، إلا قلتي ما قادرش حاول. قلتي ما عارفش تعلم. قلتي مستحيل جرب. إذن هذه الأولى، إذن المعلومات مهمة، ودي رقم واحد. نقص المعلومات، الخطوة الأولى المعلومات هي الأساس، هي الأساس، نقصهم. نعم. وهذه المعلومات باش نجيبهم نقرأ، نقرأ، نتعلم، ندخل عوالم، يعني ندخل عوالم، راه كاين الانترنت، كل شيء متاح، كل شيء متاح تماما، الكتاب متاح، الانترنت كل حداك في وسط الدار في بيت الناس. ما عندكش عذر، وما تبقاش تهضر على الآخر، تحمل المسؤولية ديالك، وما تاخذش المثال بالاخر ونموذج ابدا بالآخر. ولادي تيديروا، لا انت اش درتي باش هذا المشكل وسقاتي فيه، عندي راجلي تيديروا، تيدير، خدم على راسك انت، ولا جاري ولا جارتي هكا كتعامل مع ولادها، حتى انا خصني هكا نتعامل مع ولادي. هاد هكا هي اللي كنسميوها معلومات مشوشه غامضه ومغلوطه. انا هكا هي درت، لا 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 لا، كلها حياتك كلها وطبيعتك كلها. دابا هضري على راسك، راه اي واحد فينا دابا اللي تيسمعنا، هضر على راسك في اي مشكل كيف ما كان نوعه، ما تحملش الاخر، هضر شنو درت انا، نتصوب انا بعدا، نتصوب انا والاخر يتعدل لراسو، الحق انا مسؤول على نفسي، شنو درت اللي ما عاجبش راجلي، ونجلسوا ونتحاوروا ونتعلم نتعلم 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 في اي مجال اللي تنحس كاين فيه شي نقص. كيبقى التطبيق، خديت المعلومات، اي ما طبقتش، بديت براسي مثلا وعرفت شنو خاصني نخدم على راسي. ايوا تبارك الله على بركه الله. اذا خذ عاوتاني المعلومات اللي خاصه بالاخر وكيفاش نطبقها مع الاخر. اكيد هذيك المعلومات اللي خديتيها بعدا بخصوص كنتي خصك تطبقيها. وحدهم الذين يعني اللي تيطبقوا هم الذين يتطورون، وحدهم الذين يطبقون يتطورون. اما ناخذ العلم حتى الكتاب، للصالح انني نقراه، كنقرا تنقول شنو تعلمت منه، وكنعلموا الاخر وتنطبقوا. اذا التطبيق ضروري، شرط من شروط انك تستمتع بالحياه وما كاينش مشاكل، وما تركزش على المشكل شنو بغيتي، حيت هذاك المشكل شنو النقيض ديالو، علاقه مهزوزه بيني وبين الزوجه ديالي، بين الزوجه ديالي او الزوج، الزوجه مع الزوج، العكس صحيح،
هذاك ما نهضرش على المشكل. شنو بغيت؟ شنو بغيتي؟ ما تبقاش تقول شنو ما بغيتش. بحال دابا مثلا كتجي عندنا المراه كتقول لك راجلي فيه كذا وكذا 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 وكذا، يعني تتعدد لك وما كتحبش حتى كتحبسها. ملي كتقول لها شنو بغيتي يكون، بغيتي يكون مزيان، وكتقول لك في الاخر وخليني ساكته هي راه هضرات. يعني راه 1000 مشكل دارته في راجلها وخليني ساكته، وملي كتقول لها شنو بغيتي في راجلك تتقول بغيتي يكون مزيان. لا با شنو بغيتي بالتدقيق. باش نهضروا على داك التفاصيل. انت عطيتينا نقط سلبيه وعطينا شنو هما النقط الايجابيه. اذا ما خصنيش نفكر شنو ما بغيتش، شنو بغيت، خصني نفكر في شنو بغيت. هذه مهمه جدا. افكر في ما اريد، كتبوها 1000 مره باش نتلاقاو من هنا 15 يوم ان شاء الله. ان شاء الله. مزيان انا تنطبق ضروري نتطبق. تنجيو للنقطة الثانية هي التوازن. التوازن بين ماذا وماذا؟ كاين جوج حاجات والثالثة بوحدها. قلناها قبيلة راك البارح، قلنا هي النفس والجسد. الجسد كيتغذى بالشهوات، والنفس كتغذى بالعلم وبالأخلاق. بالأخلاق الأخلاق الأخلاق بالحق. هاد النفس بحالي قلتي أستاذة الفاضلة أستاذي الفاضل أن التطبيق لا. الخلق ديال ان الصدق خصو يبان في السلوك ديالي، الامانه تبان في السلوك ديالي، التسامح يبان، العطاء يبان، الحب يبان، الكرم يبان. وكل ما طلعت هاد النفس ورقات ورقات نعم. الانسان زكاها وقد خاب من دساها. اش كيوقع؟ الشهوات كينزلوا. فهاد التوازن انك تعلى القيم العليا الشهوه كتنزل. هادو بجوج الى توازنوا مع الروح اللي دار فينا الله تنعيشوا في استمتاع. الحاجه الثالثه هي السعي، لابد من العمل. قلنا هو التطبيق ونخدم وبالامل، لان الامل بدون عمل خيبه الامل. حنا تنركزوا عليها. والحاجه الثالثه اي حاجه انت فيها، لا في الزواج ديالك ولا في التربيه ديالك، انت قادر، عندك قدرات لا تعد ولا تحصى. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الوسع عندك، الوسع غير قول بسم الله وابدا. وابدا. ناخذ حنان من الرباط. صباح الخير حنان. صباح الخير لاله. لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. كي دايرين نتوما؟ الحمد لله. دكتور جمال. اهلا لاله حنان، لاباس عليك؟ بارك الله فيك سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. عافاك انا عندي جوج، بغيت نستشرك في جوج الحوايج. مرحبا. الاولى، الحاجه الاولى خاصه بولدي صغير، والحاجه الثانيه خاصه بيا اللي كان ممكن. هي مرحبا. بارك الله فيك. انا عندي ولدي عنده 7 سنين. كيقرا في الثاني. ما كيبغيش يحفظ. واش من نهار بدا هو ما تيبغيش يحفظ؟ من الاول هو عنده رفض للمدرسه. كان اولا ملي كان لو كونتاكت الاول ديالو في لا غروند ولا مويان، كان عنده مشكل انه ما كيبغيش يمشي نهائيا. يعني لا بان لي ترونسبور ديال المدرسه كيبقى يبكي. الوغ انا بزلت عليه انه يمشي للمدرسه. من بعد اضاب شويه، ولكن بقى عنده رفض انه يحفظ. غير كنجبد ليه لي دوفواغ او لا شي حاجه كيبدا يبكي. كيبدا يبكي الا قلت ليه جيب لي كارطابل، كيقول لي جيبيها انت، انا ما بغيتش نحفظ، انت اللي بغيتي تحفظي. اذا مزيان. اذا هذا عنده واحد الرابط، اي حاجه كتربطه بالمدرسه، لا من ناحيه وسيله النقل ولا المحفظه، تيتكهرب هذا الولد عندك. فوالا. ولا جبت لي لي دوفواغ بحال اللي ضربته، بحال اللي كيبدا يبكي وكيتعصب ويبدا يضرب اي حاجه. فوالا هذا هو المشكل اللي عندي مع ولدي. كي دايره علاقتك معاه؟ كتباني قويه من الصوت ديالك. انا انسانه قويه وخا هكاك مريضه، هذيك القوه ديالي تهرست. وهذاك الشيء الاستشارات الثانيه في هذه الناحيه. علاقتي معاه بالعكس مزيانه، وكيقولوا لي انني كنبالغ في الحنان ديالي، وكيقولوا لي انني كنفشو. المهم الناس اللي لونسوراج ديالي كيقولوا لي انني كنفشو، انني ما كنحاولش ندير لي حدود، انا اللي بغاها كنعطيها ليه. دابا الحنان ما تهضري ليش على المحيط كيقول، انت اش كتقولي؟ واش ما كيخافش منك؟ كاينه الهيبه ديالك. ما تيخافش مزيان. اذا مهم. ما كيخاف الا لهزيت العصا وغنضربو. وبان لي في وجهي عليك حنان وصلت للطوب. دابا انت هي بنيتي لي نقصر وانت تهدمي. لا شوفي لا شوفي لا حنان، لانه هو الصوره اللي غيحتفظ بها هو حنان هز العصا. العصا راه واخا تضحكي من بعد وتجيبي الماكله وتجيبي الكادوات، لا راه ما كاينش، هو عنده الرابط. اذا هذه القضيه ديال العصا تحيد نهائيا. زيدي تقربي، واخا يقول لك اي واحد بينا نقصي الحنان، لا زيد انت سميتك حنان، كثري من الحنان مع ولدك وتقربي ليه. هو باش نحببوا ليه المدرسه خصو يحبها. بالنسبه لقضيه الحفظ، غدخلي للانترنت الجوجل مزيان،
غتدخلي لجوجل وديري تكتبي الخريطة الذهنية. كتبتيها؟ الخريطة الذهنية. هالخريطة الذهنية واحد الطريقة ديال بحال اللعاب كنحفظوه باش يبدا يحفظ الدروس ديالو بهذه الطريقة الخريطة الذهنية، حيت فيها الألوان وفيها هو اللي تيرسمها. إلا تتقنتيها واستوعبتيها مزيان غتوريها ليه غتعجبو بزاف ويحتح لك هذا المشكل. ندوزو المشكل الثاني ديالك. عافاك حنان، انا غير غد انا وياك غنطلبوا الاستاذ جمال سديدي يبقى معنا في الربع ساعه الاولى من اتي 11 يعطينا هذه الخريطه اللي كيتكلم عليها ووضحها لنا اكثر اذا كان ممكن. ربع ساعه الاولى، غير ربع ساعه الاولى فقط. حنان معايا في هذه الفكره هذه؟ ان شاء الله بارك الله فيك. المشكل الثاني ديالك. يلا المشكل الثاني. واخا المشكل الثاني يا سيدي هو انا كنعاني نفسيا، كان عندي معاناة الأولى هي الخلعة. كانت خلعة عندي ليزاتاك بانيك. من اش جاوك؟ جاوني من الولادة ديالي، لاكوشمون ديالي كانت صعيبة شوية، وحتى ظروف الزواج ديالي ما زويناش بزاف. فوالا الطريقة اللي كنت عايشة بها بالدار والطريقة اللي مع دارنا والطريقة اللي دابا أنا عايشة بها مع راجلي ما كتعجبنيش بزاف. وحاولتي تصلحيها؟ ما لقيتش، ما عنديش كيفاش. حاولت أنني نصلحها بالطرق ديالي ولكن ما عنديش كيفاش. دابا عندي طريقة واحدة هي أنني نخدم، لا بغيت نصلحها، ولكن اش غادي نقول لك دابا انا عندي باك بلس 5 يعني باش نخدم اي خدمه ما قادراش، غنزيد نتحطم. ماشي بالناس اللي كيقنعوا باي حاجه، وهذا هو المشكل. دابا هو انني عندي من بعد داويت وفهمتي وشربت الدواء ووليت شويه، دابا المشكل اللي عندي هو انني ما قادراش نتحمل الدار اللي انا ساكنه فيها. من الافكار انني كندخل ليها كنحس انني ما عرفتش فين باغا نمشي لشي بلاصه، اي حاجه كتخلعني، اي حاجه كنحس انني غادي نديرها راه غادا تخلعني. علاش الدار بالضبط؟ علاش الدار اللي ما مقتنعاش بها من الاول؟ انا ما مقتنعاش بالدار اللي ساكنه فيها. واش الجيران، واش الحيوط، واش الاتات، واش اللي فيها؟ لا الدار دابا انا عندي مشكل. ما كيقولوا لي الدار عاديه، ربما المشكل بسيشي. انا والله فيها انا كندخل من الباب كنحس انني عندي ضيق، ولا الدار كيضيق عليا لدرجه ان النفس ديالي دابا عندي ضيق. بعد مرات كنشوف شي حاجه ما كتعجبنيش، صدري القفص الصدري ديالي كيضيق عليا. مشيت عند بسيكياتر، ولكن الدواء عنده دي زيفي يا دكتور، عنده دي زيفي على داكشي اللي كاتبين في سميتو، ماشي غير على الصحه. حتى في الديبي ديال اللونسمون ديال انك تبدا واحد كان جوغ ولا 20 جوغ، عندهم دي زيفي صعاب ما كنقدرش نتحملهم. لا من غير من غير الدواء شنو دار معاك؟ شهدر عارف الاسباب ديال واش هضر معاك المشاكل ديالك؟ تيقولوا لي خصك تشربي الدواء، وروح للبسيكياتر اللي انا دابا متبعه معاها ولكن قطعتها لانها قالت لي خصك تشربي الدواء وانا ما قادرش نشرب الدواء. كيفيه كيحسوك بهيجان، كيفيقوك في الليل، كيحسك انك خصك بغفوار. كنت كنشرب واحد الدواء كيحسسني انني غادي نضرب شي واحد، عندي ولدي صغير كيحس بالي راه انا مصارم ومجبودين، الوغ ماشي مني انا، من هذاك الدواء عندهم. وانا دابا نفسيا مني كيقولوا لي شربي الدواء كيبان لي الطبيب راه شي حاجه اللي بعيد عليا، ما يمكنش لي انني انا نتبع معاه مازال مع هذاك الطبيب. فهمتيني يا دكتور؟ نعم. حنان انت في الرباط، اوغوزمون هي في الرباط دابا، غير باش نحلوا المشكله. حنان اوغوزمون انا كنتي في الرباط ياك حنان. مركز المشوره غتمشي ليه، غتلقاي الاستاذ جمال سديدي تما، راه يحل معك جميع المشاكل بدون ادويه. انا كنصحك هذه النصيحه هذه، لان التوقيت يمكن خدانا بزاف معك اختي حنان. انا كنظن المفروض الا ما سمحت لهاش الظروف دوز لمركز المشوره، غتاخذي كتاب لا تحزن. مزيان سمعتي؟ ندوز عندكم ان شاء الله. الا دزتي مرحبا، المشكل غيتحل. دزتي مرحبا، والا ما دزتيش حنا قريبين المحكمه الابتدائيه شارع مدكاسكا. انا اظن حيت ديجا عيطت لكم فلوسيو. فلوسيو تماما، في دير الجامع بالضبط. ندوز عندكم ان شاء الله. مرحبا. وخذي كتاب لا تحزن كما قال لك الاستاذ جمال سيدي، بداي به بعدا وقراي وقراي ونتناقش انا وياك عليه. ان شاء الله. مرحبا. الله يكون معك انت حنان. شكرا بزاف، جزاكم الله خيرا. شكرا لك. شكرا لك. ضغوطات كبيره كيعيشوها يعني العيالات، وعرفتي هذيك المرحله ديال الحمل وديال الولاده، راه يعني المرأة إلا ما كانش قابطة راسها وما كانش قوية راه كتمشي مع واحد الكآبة اللي هي حادة. هذيك المشكلة ديال الولادة خاصها تهيئ. يعني تيكونوا إما ظروف، خاصة ظروف تهيئ. إما كتكون الأم عندها دراية بهذا الموضوع أو الزوج ديالها،
أو مراكز أو حتى جمعيات مهمة هذه الفترة أنها تهيئ للولادة وخصوصا المرة الأولى مهمة جدا وكتعندها انعكاسات هذا الرعب اللي عايشة فيه لالا حنان قباضات ديال الخوف اللي سمتهم هو غير نفسي هو خاصها دابا شنو الحاجة اللي خاصها احنا قلنا أنا شنو عندي الناقد خصها الطمئنان خصها التوازن في ذاتها وتنطلق ما يبقى مشكل عندها لا في الدار ولا في الزوج ولا في الولد ولا دابا ممكن تكون تشوف في المرايا وكتقول شكون انت يعني توصل لهذ الدرجه هذا تاثر على وقتاش كتولي الحاله مستقبحه والواحد خصو يتدخل ملي كتكون كتاثر على المهام اللي تنقوم بها كزوجة كأم وكموظفة وهي ما قبلتش أنها تشتغل أي شغل إذا المفهوم ديال العمل تا هو عندها مشوش في الدماغ ديالها شنو هو العمل واش بسيط ولا هذا فين تلقى ناداتي خصها شوية ديال التوازن والناس اللي غادي يحطوا بيا مثلا في الخدمة كيفاش غادي يكونوا كيفاش غنتعامل معاهم كيفاش غننتج كيفاش صحيح. مجموعة ديال الأسئلة إذا أنا محتاج لبعض المعلومات هذاك النقص المعلومات هو اللي خلاني في هذه الورطة الأمان النفسية الأمان النفسي دابا الحاجة اللي تزادت عندها الحاجة اللي تزادت عندها هو الرابط ديال الدواء وديال الطبيب ولا تيكهرباء تماما والمسألة النفسية مهمة جدا الأمان يستحيل تاخذيه إلا بارتباطك بالله بالقرآن القرآن الكريم شفاء شفاء القلب وشفاء النفس وشفاء الأفكار وشفاء شفاء شفاء ما كاين ما احسن من القرآن غير نقراوه ونتدبر آية واحدة بقاو غير في آية واحدة وتأمل وسبح وسير السماء زرقاء والأرض خضراء والبحار شنو بغى يقول الله سبحانه وتعالى من شنو بغى يقول وهذاك الشيء اللي بغى يقول هو الدواء ديالنا لأن أعطانا معلومة أعطانا الدستور ديالنا ونرجعوا الحبيب ديالنا عليه الصلاة والسلام الله في هذه الجمعة والقدوة ديالنا يكون عندك واحد الهدوء نفسي لا مثيل له قوة كبيرة تشق بها أراضي أختي الفاضلة البحر شكرا لك أستاذي جمال سديدي ربع ساعة الأولى كاين معنا أكيد ومع الخريطة الذهنية اللي غادي تصورها لنا وغادي المستمعين والمستمعات يشاركونا ولكن خصهم القلم الرصاص والورقة إذا وجدوا قلم رصاص والملونات الملونات هما إذا كاين شي تضاريس وهضاب وفكروني في تضاريس الهضاب شكرا لك راك باقي معنا في أتاي 11